السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة شيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج. ولكن سألتني أخت المتصلة على هاتفي وقالت: هل طلاق النفساء والحائض يقع شيخي كريم؟ لأن ربما يكون هذه هي الطلقة الثالثة، وهي سألت هذا السؤال. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، وأشهر أقوالهم فيها قولان. القول الأول هو قول جمهور الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض والنفساء يقع، لكن مع الإثم للمطلق اللي هو الزوج، لأنه خالف السنة في التطليق. وبالطبع عمدة ما استدل به الجمهور واقعة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث طلق امرأته وهي حائض، فلما بلغ عمر رضي الله عنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. والعلماء يقولون لا يمكن أن تكون الرجعة إلا من طلقة محسوبة. وحتى ورد في رواية الإمام أحمد عليه رحمة الله من كلام ابن عمر نفسه أنه قال: واحتسبت علي تطليقة. ولا شك قوله احتسبت يعني أن الذي حسبها ليس ابن عمر ولا عمر، إنما الذي حسبها عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب جمهور الأئمة إلى أن طلاق الحائض والنفساء يقع مع الإثم للمطلق، لأنه خالف السنة في التطليق، فالسنة أن تطلق النساء مستقبلة عدتها وليست مستدبرة العد. أما القول الثاني فقد ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وتابعه عليه جمع من أهل العلم كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله، في أن طلاق الحائض والنفساء لا يقع. وابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى له ردود وأقوال في حديث أو واقعة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأحسب أن دار الإفتاء هنا في بلادنا في مصر تأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الشأن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أي صدق، يعني أنا مما فهمت لو كانت الأخت تسمعنا الآن، أني لو ذهبوا إلى دار الإفتاء سيقولون لهم بقول نعم شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، لهم من طرف خفي، يعني نقول لهم من طرف خفي. تمام، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع، وربنا يحفظ بيوت المسلمين. أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نعم، زي شيخنا الشيخ شعبان، الله يسلمكم بارك الله فيكم. لو سمحت في سؤالين في المراس لو تكرمت. تفضل. توفيت زوجة وتركت زوج وخمس بنات فقط، ولها ثلاث أخوات، اثنين ذكور وبنت. ثلاثة إخوة. فهل يرث إخوتها في مراسها؟ حاضر. وكذلك تركت ذهب قيمته كبيرة، كان الزوج كان اشتراه لها وقبل وفاتها وهبته لبناتها، فهل يعتبر هذا الذهب ضمن التركة ويرث فيه أخواتها؟ وما نصيب كل وارث في هذه التركة؟ حاضر. السؤال الثاني لو تكرمت. حاضر، فضل. أب على قيد الحياة وله خمس بنات فقط، ولو خمس إخوة، بنت واحدة واربع إخوان. لو كم أخ؟ خمسة، بنت واربع إخوان.
وكلهم متوفيون، كل الخمسة دول متوفيين ولهم أولاد ذكور وإناث. أربع يعني بنت واحدة وأربع أخوان، وكلهم الخمسة متوفيين. نعم. والخمسة دول لهم أولاد ذكور وأناث. فهل بعد وفاته يرث أبناء إخوته في تركته؟ حاضر. وما نصيب كل وارث في التركة ككل، يعني سواء بناته أو إذا كان أولاد إخواته يرثوا؟ حاضر. وجزاكم الله كل خير. وإياك حبيبي الغالي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، سؤال أو سؤالي الأستاذ حسن لهم يعني عن نفس الأسرة، يعني توفيت زوجة وتركت زوجا وخمس بنات، ولها ثلاثة من الإخوة، اثنان ذكور وبنت، وطبعا الذهب من مال الزوج، ولكنها قبل وفاتها وهبت الذهب لبناتها، فهل يعني إخوتها يرثون في هذا الذهب شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نبدأ بالشق الثاني من السؤال، وهو الهبة، لقول السائل أنها وهبت الذهب لبناتها. نقول هذه الهبة هبة لا تصح، وهي وصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم: أعطوا الفرائض، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالعلماء متفقون على أن الوصية لأي من الورثة وصية باطلة لا يجب إنفاذها، لأنها مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. دي مش إذن وصية، دي هبة. نعم، لكن بعد موتها، وذكر السؤال قبل وفاته. نعم، وهبته لهم بعد موتها. بعد موتها؟ نعم. فبالتالي نقول التركة جميعا، كل التركة بما فيها الذهب وغيره تقسم حسب الميراث الشرعي. الزوج عشان في أولاد في فرع وارث فله الربع، والخمس بنات لهم التلتين، وما تبقى اللي هو الفارق ما بين الربع والتلت شيء يسير، هذا يذهب لأقرب الذكور من أبناء إخوانها. الربع والتلتين، الربع والتلت لهم الثلث. نعم. خلينا نقول تاني. الزوج له الربع، والخمس بنات لهم التلتين. التلتين صح، ماشي. ايه اللي باقي من التركة كده؟ شيء يسير، هو الفارق ما بين الربع اللي أخذ الزوج والتلت التالي بتاع التركة. أيوة. صح كده، هو شيء يسير جدا، لأن الفارق بين الربع والتلت شيء يسير جدا. هذا الشيء اليسير المتبقي بعد أن يأخذ الزوج الربع والخمس بنات التلتين يذهب إلى أقرب الذكور من أبناء إخوانها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. لإخواتها الذكور عايشين، ده بيقول ميتين. لا، ده في الحالة الثانية. طيب، يبقى دول لإخوانها الذكور خلاص. لا، هو سأل سؤالين. طيب، السؤال الأول يتعلق بالزوجة، الذكور الأولانين عايشين على راس لكن طيب السؤال الثاني يتعلق بالأب اللي عايش. طيب، يبقى إذن الإخوة الذكور دون الإناث. نعم. لهم ما تبقى من التركة بعد ما نعطي البنات التلتين وبعد ما نعطي الزوج الربع. تمام، جزاك الله خير. لكن البنت اللي هي أختها ما لا ترث، لا خلاص، إخواتها الذكور يحجبونها، الذكور فقط. تمام. سؤاله الثاني: أب على قيد الحياة، يبدو أنه هو الأب الذي توفيت زوجته وله خمس بنات، تمام، وله خمس إخوة، أربعة بنت وأربعة يعني إخوة ذكور، وكلهم توفوا ولهم أبناء ذكور وإناث. نعم. كيفية توزيع التركة شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه المسألة ليس عندنا فيها من أصحاب الفروض إلا الخمس بنات. فالخمس بنات يرثوا الثلثين، يأخذوا تلتين التركة، سيتبقى الثلث الأخير. هذا الثلث الأخير لأقرب الذكور من أبناء الإخوة والأخوات، للذكور من أبناء الإخوة والأخت. تمام. عشان هم أربع إخوة وأخت. تمام. فهؤلاء جميعا الذكور منهم يأخذوا الثلث الباقي من التركة
بعد ما نعطي البنات الخمسة تلتين التركة؟ والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من وضع مال في بنك مصر في دفتر توفير المعاملات الإسلامية وهو لم يعرف إلا أنه حلال وليس حرام، وكانت هذه هي نيته، وبعد ذلك أخذ المال ومعه الأرباح، فسمع من بعض الشيوخ أن الأرباح حلال والبعض الآخر يقول يجب التخلص منها، فما الواجب أو الجواب الصحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أرجو ألا أزيد السائل حيرة، لأنه يقول بعض العلماء قال حلال وأنا ممن يقول بأنها حلال، فله أن ينتفع المعاملات الإسلامية. فرع المعاملات الإسلامية له أن ينتفع بها حيثما أراد أن ينتفع، إن أكل بها أكل، وإن لبس بها لبس، وإن اعتمر بها اعتمر، له حق أن ينتفع بها حيثما أراد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، يجوز للرجال أن يسلموا على النساء، ويجوز للنساء أن تسلم على الرجال إذا أمنت الفتنة دون المصافحة طبعا. نعم، السلام هو إلقاؤه، يعني السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجوز أن تفعل هذا النساء مع الرجال إذا أمنت بينهم الفتنة، ويجوز أن يفعل هذا الرجال مع النساء إذا أمنت بينهم الفتنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختنا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يتسنى لي أن أرى الحلقات الماضية لأنني كنت مشغولة مع ابني كان مريضا، هل أجبتم عن أسئلتي؟ وإن كان نعم في أي حلقات؟ سريعا شيخ الكريم، هو سؤالان أو سؤال الأخت، هي تقول سورة الملك، أنا أقرأ سورة الملك في نفسي كل ليلة، لكن زوجي يقول لي يجب أن تقرأيها بالقرآن، هذا سؤالها الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، يعني أنا لا أفهم سؤال، هي تقرأ السورة في نفسها، في نفسها دون تحريك لسان يعني. أصله هو تقرئها بالقرآن، يعني كأنه يريد أن تقرأها من المصحف هكذا. نعم نعم. لا، إحنا قلنا قبل ذلك أكثر من مرة أن القراءة للقرآن الكريم وللذكر مراتب، فأعلى وأفضل مراتب القراءة في القرآن أو في الذكر هو ذكر القلب واللسان معا، يعني أنا أقرأ بلساني وقلبي حاضر أثناء القراءة، خاشع متدبر للقراءة، هذا أعلى الدرجات وأفضل المراتب. أدنى منها هو أن يذكر أو أن يقرأ بلسانه فقط دون حضور القلب، أدنى هو أن يذكر في نفسه دون أن يحرك بذلك لسانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها أجر، والعلماء يقولون القراءة هي تحريك اللسان بالحرف حتى يخرج الحرف من مخرجه الطبيعي بطريقة صحيحة، وهذا لا يكون إلا إذا بالفعل تحركت الشفاه بالقراءة، وكان القلب حاضرا خاشعا متدبرا. فنصيحة الزوج نصيحة طيبة، لا يكفي أن تقرئها في نفسك، إنما اقرئيها وحرك اللسان وأسمعي أذنك قراءتك في نفسك، يعني وسطي ما بين الجهر والإخفات، فإن هذا أدعى في حضور القلب وأخشع له وأفضل في تدبر القرآن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أصلي بمساحيق التجميل؟ احنا الأسئلة دي وردت ولكنها لم تسمع الإجابة. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عليه الصلاة والسلام، إذا كنت توضأت قبل أن تضعي هذه المساحيق وأنت تصلين في بيتك دون وجود أحد من الأجانب، وتصلين ساترة بدنك إلا من الوجه والكفين كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، فإن صلاتك لا بأس بها صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفرض؟ لأني لا أحفظ كثيرا من القرآن وأشعر أحيانا بأن تكرار السورة الصغيرة أو السور الصغيرة لا تجعلني أخشع في الصلاة، وشكرا لحضراتكم وربنا يجازيكم عنا خيرا، وإياك حبيب الغالي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
أقول للأخ السائل بارك الله فيك، إن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا في الصلاة أن نقرأ كثيرا من القرآن الكريم، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي كان مسيئا في صلاته قال له عليه صلوات الله وسلامه: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وما تيسر معه من القرآن ربما يكون آية أو آيتين أو أكثر أو أقل، وربما تكون بعض الصور القصيرة التي نسميها بالصور القصيرة، فهذه تكفي في صلاة الفرض ولو صلى الإنسان بها 1000 صلاة، لأن هذا الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إمساك المصحف في صلاة الفرض فشيء لم يجب علينا، لأنه لا يجب علينا أن نكثر من قراءة القرآن ولا أن ننوع في القراءة في صلاة الفرض، إنما نقرأ ما تيسر، وما تيسر يعني من حفظنا قراءة اللسان وحضور القلب وخشوعه وتدبره. أما في صلاة النافلة فإنه يستحب للإنسان أن يطول في صلاته ما شاء، وبالتالي في صلاة النافلة إذا احتاج أن يقرأ من المصحف فإن جمع أهل العلم أجاز ذلك، وقالوا إن مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بهم صلاة الليل في رمضان يقرأ لها من المصحف عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وفي هذا إقرار من السيدة عائشة رضي الله عنها لفعله من غير نكير من أحد من الصحابة. فنفرق بين الفرض الذي لا يجب علينا أن نكثر القراءة وبالتالي لا داعي لإمساك المصحف في صلاة الفرض، وبين صلاة النافلة التي يستحب أن نقرأ فيها كثيرا حتى لو احتجنا أن نقرأ من المصحف فإنه لا بأس بذلك في النافلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب سؤال شيخ كريم، هي تقول أختنا الفاضلة أنها لا تشعر بالخشوع بسبب هذا التكرار في قراءة الصور الصغيرة، فكيف تعالج هذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا أسباب الخشوع في الصلاة كثيرة، منها تحقيق مقام الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ومنها حسن التهيؤ للصلاة بالصلاة في أول الوقت وحسن التطهر لها، فإن الوضوء الذي يتوضأه المسلم ويكون وضوءا كاملا صحيحا غير منقوص ينشط البدن والنفس والذهن والعقل والقلب معا. ثم أيضا إذا قرأ القرآن الكريم حتى ولو كان يقرأ صور مكررة كما يقول، فإنه عليه أن يتوسط ما بين الإخفاء والجهر حتى تسمع أذنه ما يقرأه لسانه، لكنه لو قرأ في السر عادة فإنه سيكون عرضة للشيطان أن يسرح به هنا وهناك أثناء الصلاة، إنما إذا كانت الأذن تسمع القراءة فإن هذا أدعى للعقل أن يتدبر هذه المعاني: إذا جاء نصر الله والفتح، أو قل هو الله أحد، فاللسان يقرأ والأذن تسمع والعقل في هذا المقام يسعه أن يتدبر معاني القرآن، وعسى الله عز وجل في كل مرة من مرات صلاته أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه بفتح جديد في ملمح من ملامح الصور المكررة التي يقرأها. وأنا أقول للأخ السائل، أنت لو نظرت في تفسير هذه الصور القصيرة في أواخر المصحف تجد أخذت جزءا كبيرا، يعني يقارب المجلد الكامل في تفسير هذه الصور، والعلماء لم يحيطوا بها من كل جوانبها، فالأمر ليس هينا يسيرا كما يظن السائل بارك الله فيه، إنما الأمر كبير، لأنه يكفيه ما تيسر من القرآن ولو كانت قل هو الله أحد، أو حتى صورة إذا جاء نصر الله والفتح التي قال عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن غيرها لكفت الناس منهجا في حياتهم، في علاقتهم بربهم تبارك وتعالى، وفي علاقتهم بأنفسهم، وفي علاقتهم بغيرهم. كانت سورة العصر ولا والعصر؟ نعم، العصر. سورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم. وتواصوا بالصبر طبعا هذه الصورة كان يقول الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن غيرها لكفت، نعم، أن تكون منهج حياة كامل لعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بغيره من الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم أستاذ جمال. السلام عليكم. الله بركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. في سؤال لصديقي الشيخ، بقول له الأموال اللي ما تتحط في البوسطة اللي هي في البريد، نعم، الأرباح بتاعتها حلال أم حرام؟ حاضر
حاضر يا أستاذنا، أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي حلفت يمينا على أحد أنه لن يفعل شيئا ما أنه لن يفعل شيئا ما، وقالت والله العظيم ما أنت عامل كذا أو كذا، ولكن الشخص فعل هذا الشيء، فهل عليها كفارة يمين؟ وإثم هذا اليمين يقع على من؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. السلام. هو الأصل ألا نجعل الله عز وجل عرضة لأيماننا، بمعنى مش في الصغيرة والكبيرة نحلف بأيمانات الله تبارك وتعالى تعظيما لجناب يمين الله عز وجل. قال الله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أما وقد حلفت، فإن الواجب على المسلم أو من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، فالمحلوف عليه كان الواجب عليه أن يبر قسم هذه الأم بارك الله فيها، حلفت عليه بالله إنه ما يفعلش الشيء الفلاني وهو من الخير وليس من المعاصي ولا من الآثام، فكان والله ما انت عامل كده، المستحب له أن يبر قسم هذه الأم أو هذه المرأة بارك الله فيها. أما ويعني لم يفعل هذا أخونا الذي حلفت عليه، إنما عكس وأوقع يمينها، ففي هذه الحالة عليها أن تستغفر الله عز وجل ثم تكفر عن يمينها، إما بإطعام 10 مساكين إذا كانت تستطيع الإطعام، وإلا فلتصم 3 أيام متتابعات أو متفرقات حيثما فعلت أجزأت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذة أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. الله يخليك. أنا عندي سؤال ممكن يوصل؟ تفضلي. أنا عندي إعاقة في رجلي. شفاك الله وعافاك. في رجلي الاثنين يعني. وخدمت أمي وإخواتي يعني 8 سنين، فدلوقتي تعبانة، فهي بتضغط عليا. فساعات يعني بيحصل شد بيني وبينها، يعني ممكن يعني تنرفز عليها بسبب إنها بتضغط عليا في الشغل وكده. لا، في مشكله بينكم بين حد من اخواتك يا استاذه اسماء، انا ربنا يشفيك ويعافيكي. حضرتك خدمتي، بتقولي انا خدمت اخواتي 8 سنين صح؟ اه، وامي وابوي. وربنا يبارك فيك يا رب. السؤال فين بقى؟ السؤال يعني هي انا دلوقتي معاكي بعمل حاجه يعني ما بقدرش اني اشتغل يعني، فهي بتضغط عليا، فلو ما عملتش هيصير ذنبي يعني؟ دي ام حضرتك؟ ايوه، هي بتضغط عليا ان انا اعمل، فساعات لو قلت لها مش هعمل حاجه تزعل وممكن يعني تشتم فيها يعني او حاجه زي كده. طيب، يعني بتطلب منك بعض الاشياء في البيت، وحضرتك عشان الموضوع يعني ان في اعاقه في رجلك شفاك الله وعافاكي ما بتقدريش، فوالدتك بتزعل منك، فانت بتسالي كده عليكي شيء؟ ها؟ ايوه، انا كده عليا شيء. وسؤال ثاني لو سمحت. طب هي مش شايفاكي انك تعبانه يا استاذه اسماء؟ هي عارفه انا بحكي لها كتير ان انا تعبانه لدرجه ان انا لما باجي انام ممكن اربط رجلي الاثنين عشان اعرف انا اتغمض يعني. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني الجلسه بتاعت التشهد. جلسه التشهد على رجل الشمال، فانا ما اقدرش اعملها على الشمال فبعملها على اليمين، فهل عليها ذنب كده؟ حاضر. شكرا. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وشفاك الله وعافاك يا اختنا. نعم شيخ كريم، سؤال الاخ جمال، الاموال التي توضع في البوسطه او في البريد، حكم الفوائد او فوائدها ايه؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. عليه الصلاة والسلام. كثير من أهل العلم يقولون بأن هذه الفوائد ليست فوائد حلال، إنما هي محرمة. وبعض العلماء من المعاصرين يقولون ليست فيها حرمة، يعني فيها خلاف شائع مشهور بين أهل العلم. الأكثرون منهم يقولون أنها حرام، والأقلون منهم يقولون أنها حلال. وأنا أقول للأخ السائل، أقل ما فيها أنها مال مشتبه، يعني ليس حلالا بينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فالأفضل لك بارك الله فيك
ألا تنتفع مباشرة أنت وأولادك بهذه الفوائد، إنما ضعها في أي مصلحة من مصالح المسلمين، ولتكن في جمعية خيرية لرعاية الفقراء والأيتام على سبيل التخلص منها لا على سبيل الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت أسماء الأول، ربنا يشفيها ويعافيها، مسألة أنها كانت زمان بتشتغل وبتعمل في البيت وتساعد أمها وأباها وإخواتها أكثر من 8 سنين أو 8 سنين، الآن لا تستطيع العمل، أمها أحيانا تطلب منها بعض الأشياء في المنزل وهي لا تستطيع، يبدو أن الأم تغضب منها أو تزعل وربما تقول لها بعض الكلمات، فهل على أسماء من وزر شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. نقول لابنتنا أسماء جزاك الله خيرا على خدمتك لأبويك وعلى خدمتك لإخوانك وأخواتك، ونسأل الله عز وجل أن يشفيك. آمين. يا ربي شفاء لا يغادر سقما. آمين. لكن في النهاية قبل هذا الاتصال، فضل. السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ عن قصه الملكين اللي هم شقوا صدر الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم، كنت عايز اعرف هل شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ده سبب في انه هو يقدر يعفو ويصفح عن كل اللي يسئ لي، ولا القصه دي ما لهاش علاقه بصفح الرسول صلى الله عليه وسلم عمن اساء اليه؟ حاضر. ولي سؤال تاني، لي واحدة لها أخ يعني بيزورها من حين لآخر على فترات يعني مش قريبة، وبيديها يعني فلوسه وهو ماشي كده زي أي أخ بيدي أخته يعني ولولادها يعني، بس هي مش عايزة، وأنا عارفة أن الرسول صلى مش عايزة تاخد منه يعني، وأنا عارفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي ياخد مال يعني من غير استشراف نفس فياخد، بس أنا برضو يعني بس هي برضو مش عايزة يعني تاخد، هل ده كبر؟ طب هو مال اخيها في شبهه ولا حاجه يعني عشان كده خايفه يعني تاخذ؟ لا خالص ابدا خالص الحمد. طيب. لله. حاضر حاضر، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، ولكن توقفنا عند ولكن في خدمه اسماء. لا. او عدم استطاعه خدمه اسماء في البيت يعني. اقول ولكن على الام ان تراعي الوضع الصحي الان لابنتها اسماء، فلا تكسر عليها في الطلبات ولا تكسر عليها في الأوامر وطلب الأشغال في البيت، لأنها تعرف حالها، والبنت بينت لها مرة ومرات أنها متعبة وأنها مريضة وإلى آخره. وبالتالي أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله ما استطعتم. فلابنتنا أسماء إذا أمرتك أمك بشيء من الأعمال والأشغال وأنت تستطيعين ذلك وتطيقين ذلك فافعلي، فأنت في هذا بارة بها وتؤجري على هذا عند الله عز وجل. أما إذا كلفتك بأمور أخرى أنت لا تستطيعينها ولا تستطيعينها ولا تطيقينها، ففي هذه الحالة تأسفي لها واعتذري لها بلطف وطيبي خاطرها وبيني لها السبب أنك مرهقة أو متعبة أو مريضة، وحينئذ إن لم تفعلي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا إثم عليك ولا وزر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني، مسألة يعني جلسة التشهد الأخير أو حتى الأوسط، هي لا تستطيع أن تجلس على يعني قدمها الأيسر، فتجلس على ساقها أو قدمها اليمنى، فما الحكم شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هيئة الجلسة في التشهد الأوسط اللي هو بنسميه الافتراش، أو في التشهد الأخير وهو ما يسمى بالتورك، هاتان الجلستان سنة من سنن الصلاة الفعلية، وليست واجبتين ولا فريضة ولا ركنا. نعم. فإن تيسرت لي أو لك أو لأسماء فبها ونعمت، وإن تيسرت لي ولم تتيسر لأسماء لكونها معذورة لتعب أو لمرض أو لوجع في رجل أو قدم، فحينئذ تجلس بالهيئة التي تستريحها وتقدر عليها وتستطيعها،
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلاتها صحيحة وأجرها يعني مرغوب عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله وسؤالها عن الملكين اللذين شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالصفح والعفو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أساء إليه صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما واقعة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت في السنة الصحيحة مرتين. المرة الأولى وهو مسترضع عند حليمة السعيدية عليها رضوان الله تبارك وتعالى أمه ومرضعته، وقد كان غلاما في السادسة من عمره أو قريبا من ذلك كما روى ذلك أصحاب السير. والمرة الثانية كانت ليلة الإسراء والمعراج قبل أن يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكلا الحديثين ثابت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهم من كتب الحديث. والملكان اللذان أتيا وشق صدره عليه الصلاة والسلام ورد الوصف الدقيق للعملية التي أجريت له في الأمر الأول والثاني، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. في المرة الأولى التي كان فيها غلاما مسترضعا قال راوي الحديث أنس بن مالك وغيره، فشق صدره واستخرج القلب وشقه، ثم أتي بطست من ذهب فيه ماء زمزم فغسل القلب فيه واستخرج منه نطفة سوداء ورمى بها، وقال أحدهما للآخر هذا حظ الشيطان منه، للنطفة السوداء التي رماها، ونظف القلب وغسله بماء زمزم ثم لأمه يعني خيطه الخياطة الجراحية ثم رده إلى صدر عليه الصلاة والسلام. في المرة الثانية وهي ليلة الإسراء والمعراج شق الصدر بنفس الطريقة واستخرج القلب وشق القلب وغسله بماء زمزم وحشياه إيمانا وحكمة. العلماء يسموا العملية الأولى عملية التخلية لأنه خلى حظ الشيطان من قلب الحبيب النبي برمي النطفة السوداء التي كانت فيه، وبالتالي بلغ النبي كمال الخلق عليه الصلاة والسلام، ومنه الصفح والعفو لأنه لا حظ للشيطان في قلبه، وبالتالي لا حظ لنفس النبي في قلبه، فما كان يغضب لنفسه قط إنما يغضب فقط إذا انتهكت محارم الله عز وجل. وفي المرة الثانية غسل القلب وحشياه إيمانا وحكمة، فبلغ النبي الدرجة العالية في العبودية والقرب من الله تبارك وتعالى، فحق له أن يقول أعبدكم لله وأشدكم له خشية. نعم، العملية الأولى لها دخل في كمال خلق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمران ثبتا في صحيح الحديث والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا سيد أحمد، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب حضرتك. كان شعبان درويش لو سمحت، في عندي ثلاث أسئلة. فضل. أول سؤال دلوقتي بالنسبة للقصر والجمع، أنا طبعا عندي مشكلة كل شوية أسأل عليهم، لأنه في عندي مشكلة أنه في ناس تقول لك ممكن نقصر ونجمع مدة مفتوحة وممكن نقصر ونجمع الجمع، أنا بتكلم على الجمع، القصر أنا عارف الجمع. الحاجة الثانية، أنا دلوقتي لما سافرت اسكندرية وأنا خارجة راجع على القاهرة، فأنا صليت المغرب في اسكندرية، فقالوا لي صلي العشاء ركعتين جمع تقديم تحسبا لأي ظروف، لأن ساعات ممكن يحصل أي ظروف في الطريق، فصليت ركعتين العشاء جمع تقديم ولا راجعة. وبعدين لما جيت القاهرة بقتش عارف هل أصلي بقى، رجعت في وقت عادي طبيعي جدا وكان العشاء ممكن في إمكانين ما أصليه، بس ما بقتش عارف أعيده ولا ما أعيدوش. دي أول سؤال. ثاني سؤال بالنسبة لماء زمزم، حضرتك عارف بيرجع من الحج ومن العمرة بيجيب معاه مية زمزم، فسمعت حاجة بتقول إن المية زمزم ما تأثيرها ما بيبقاش زي وهي في السعودية يعني وهي في الحرم، يعني بيبقى تأثيرها الكيميائي يعني أو تأثيرها يعني عموما بيبقى أو الشرع يعني أو التأثير اللي بنعمله اللي هو اللي بشربت له ده، إن هي لما بتمشي من المكان وبتبقى بعيدة عن الحرم يعني ما بيبقاش ليها التأثير اللي هو لما نشربه جوه الحرم يعني. فدي عايزة برضه أسأل فيها. الحاجة الثالثة إن كنت عايزة أسأل على يعني مثلا دلوقتي أنا كنت بسافر، كنت سألت الشيخ شعبان درويش من فترة على موضوع، أنا بسافر دايما يعني ببقى حريصة في السفر إن أنا آخد معايا محرم، طبعا أنا كان ابني هو المحرم بتاعي لأن يعني أنا مطلقة، فدلوقتي ابني بيشتغل، فأنا عندي بيت ملك كنت قلت له في اسكندرية كأنه زي بيتي في القاهرة بالظبط، فأنا قلت له دلوقتي ما بعرفش أسافر من محرم يعني أنا مضطر أسافر بيتي برضه هناك من غير محرم.
اسلم غصب عني. فقال لي خلاص ممكن تسافي في عربيه يعني عامه يعني باص او كده الصبح الصحبه الامنه، تسافي في سيارتك الخاصه تسافي بالسياره الصبح برضه. ساعات بتضطرني الظروف ان انا مثلا اسافر على العصر بعد مثلا ما بكون انجزت حاجات هنا او ولادي يكونوا في الجامعه او في كده يعني بناتي وكده، فبضطر اسافر مثلا بعد الظهر، فطبعا الليل بيدخل عليا وانا ببقى من غير محرم. فطبعا لما وانا كنت اصلا انا كمان يعني انا بس يعني بلعب رياضه في فريق في النادي، الفريق ده بيسافر بطولات للسفر مثلا خميس وجمعه يلعب ماتشات مع نوادي مثلا في اسكندريه وكده، فانا كنتش برضه اسافر معاهم مع ان هو باص طبعا فوق صحبه امنه وكلهم ستات بازواجهم ومعانا مدرب ويعني. فكنت برضه باخد ابني بالاكراف اخليه ياخد في اجازه اجازه واطلع بيه. دلوقتي طبعا برضه ظروفه متعثره ان انا اسافر بيه، فلما بقول لهم انا سافرت لان الشيخ قال لي انه ممكن اسافر في الصبحيات لو انا يعني كده، قال لي طب اشمعنى مع الفرقه ما تسافرش تسافري وتقعد تقول لي لازم محرم، ولما جيت تسافري البيت بتاعك اللي في اسكندريه بتسافري من غير محرم. فطبعا انا يعني حسستهم ان الدنيا يعني ملخبطه وانا ما عرفتش ارد عليهم. قلت لهم انا بقى مش عارف اعمل ايه يعني، انا يعني ملخبطه كده بصراحه مش عارف اعمل ايه، ولا امكانيه المحرم بتاعتي بقت مشكله يعني. انا كان بحب مثلا اسافر عمره، ده بحب اسافر يعني اسافر يعني السعوديه يعني. طب انا في ابني مش يعني مش متوفر. انت عندك كام سنه يا ام احمد؟ انت عندك كام سنه؟ لا انا عندي اصل في السعوديه 45 سنه ممكن تسافري تقريبا. المملكه العربيه السعوديه ممكن تجيز لك السفر بعد ال 45. نعم، ما انا معتبر ان 45 دي شرع قانون مش شرع. ما هي قانوني فعلا. الرسول قال ان من غير محرم بعد 45. طيب شيخنا هيجاوبك في المساله دي. حاضر. لان انا بقلق جدا موضوع المحرم ده. ماشي، متشكره جدا يا استاذ احمد، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا فندم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا ام احمد. نعم شيخي الكريم، احنا كنا انتهينا من سؤال الاخت امه الله الاول اللي مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في الإجابة لحضرتك إن نعم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة بعفوه وصفحه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. أخ يزور أخته وأحيانا يعطيها بعض المال، الأخت لا تريد هذا ولا تريد أن تأخذ هذا المال، طبعا المال من غير استشراف نفس وهي لم تطلب، وأخوها الذي يعطيها بدون أن تسأل، فهل رفضها لهذا المال من أخيها يعد من الكبر شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيها سألت. طب نأخذ الأخت عزيزة ثم نجيب. أختنا عزيزة السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة، تفضلي. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم أم محمد. أم محمد، أهلا ومرحبا يا أم محمد. أسأل فضيلة الشيخ لو سمحت. طبعا تفضلي. بقول لحضرتك يعني عليا 27 سنة. ولا بكلم حد تاني؟ أنا بكلمك أنت يا أمي. حضرتك معايا؟ معاكي، نعم. طب بقول لحضرتك بقالي 27 سنة كنت بفطر في رمضان 5 أيام فما صمتهمش، فعايز أعرف يعني أصومهم إزاي وأدفع عليهم فلوس قد إيه؟ طيب واضح السؤال. حاضر حاضر يا حاج أم محمد. سمحت علي صوتك شوية لو سمحت، السؤال بس. طيب حاضر حاضر، اسمعينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذا يعد من الكبر شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. أقول أختنا السائلة بارك الله فيها سألت وأجابت في آن واحد. هي تقول يعني أنا أعلم أنه إذا أتانا المال من غير استشراف نفس أخذناه وإلا تركناه. فأنا أقول للأخت السائلة بارك الله فيك، نعم ربما أنت لا تحتاجين بالفعل إلى هذا المال، لكن الأخ يفعل ذلك صلة للرحم ونوعا من الهدايا التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا. فإذا كان من هذا الباب فخذي، ليس هناك ما يدعوك إلى أن يعني تردي أو تمتنعي. أما إذا كنت تظنين أو تخشين فيما بعد أن يمن عليك من هذا الأخ بارك الله فيه، أو أن تعياري بهذا المال يوما ما، فإذا خشيت هذا المن فيما بعد ففي هذه الحالة يجوز لك أن تمتنعي وقولي له جزاك الله خيرا بارك الله فيك، أنت تعرف أن الحال مستور ولله الحمد والمنة، لعل أخت التاني أحوج، لعل أخوك التاني أحوج،
واعتذر له. ده يدخل في الإعفاف مش نعم مش في الكبر. لا مش في الكبر خالص. عفة. لا نوع من العفة وليس نوعا من الكبر ولا شيء، إنما هو نوع من التعفف. ولكن اعتذر له بلطف حتى لا تفسدي علاقتك به وعلاقته وإن أخذت به. لا شيء في ذلك. وإن أخذت في البداية لا شيء في ذلك، فإنه من الهدايا وصلة الأرحام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم أحمد طبعا بدأت كلامها بكل سنة وانت طيبين، وانت طيبة يا أم أحمد. والبعض يقول لا يجوز أن نبدأ بالتهنئة، والبعض يقول عادي تهنئة كال، يعني نحن ربما نكون غدا إن شاء الله تعالى أول عام الهجري. نعم، بمناسبة أول محرم سنة 1437 هجريا. فمسألة التهنئة من عدم التهنئة شيخ الكريم، وأنا أسأل ولا أقرر، هل يجوز أن أبادر حضرتك وأقول لك كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة بداية السنة الهجرية، أم لا أفعل هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام. دايما طيب. الأسئلة تأتي يعني مع الاتصال. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمة الله تفضلي. أيوة. عندي سؤال. لي أختين. نعم. أنا مستمع حضرتك بس أنا هطرح السؤال وأبقى أسمعه بعد كده. لك أختان. لي أختين، دي معاها بنت ودي معاها ولد، فكانوا تقدموا لبعض قبل كده وحصلت مشاكل وما حصلش نصيب، فأنا قلت دلوقتي أتدخل بينهم وأوفق بينهم تاني. فلي أختي تعتبر أم العريس، قالت لي علشان ترجع لي تاني لازم أختي التانية دي تيجي تقول لي أن أنا عايزة ابنك لبنتي، يعني هي اللي تيجي تطلبها مني وتعتذر لي على كل حاجة حصلت. فهل ده يعتبر من الإسلام إن أنا أقول لها خش اعتذري لها وقول لها أنا عايزة ابنك أخطب ابنك لبنتي، ولا أبعد عن الموضوع ده وأعملش مشاكل بينهم؟ لأني هو كان بيبقى في مشاكل بينهم كتير، لأن ما كانش في توافق بينهم من الأول، لأن البنت كانت بتلبس لبس شوية مش بيعجب الأم اللي هي أم العريس و أيوة يعني حاجة كده، يعني كانت عايزة بعباية ودي بتلبس عباية، لا ما تشتغلش لا تشتغل. ما أعملش مشاكل بينهم أحسن ولا أوفق؟ وجزاكم الله خيرا. حاضر. وإياك يا أختنا الفاضلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التهنئة شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. أو لو كانت التهنئة تهنئة مجردة، يعني أنا يمكن أن أقول لك يا أستاذ أحمد في أي وقت من العام كل عام وأنتم بخير، أنتم بصحة وسلامة سيدنا، من غير أن أقول لك بمناسبة عيد الفطر، لانه ما فيش عيد فطر، ولا اقول بمناسبه عيد الاضحى، ما هي مش مناسبه عيد اضحى، ولا بمناسبه العام الهجري، مش مناسبه العام الهجري، لانه تهنئه المسلم للمسلم ودعاء المسلم للمسلم هذا امر طيب، وهذا من التحبب وحسن العلاقه بين المسلم واخيه. انما ان نربط هذه التهنئه بمناسبه معينه، هذا الرابط هو الذي يحدث الاشكال عند البعض، فيقولون هذا لم يرد في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كم من عام هجري مر على الصحابه ولم يرد انهم هنأ بعضهم بعضا؟ هذا صحيح، وخاصه ان التاريخ بالعام الهجري كان على عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وليس على عهد سيدنا رسول الله ولا عهد سيدنا ابي بكر. من عشان كده بقول ايه، مرت اعوام هجره كثيره على كثير من الصحابه، ما كانش على عهد النبي لكن على عهد عمر في كثير من الصحابة، مرت أعوام هجرية كثيرة ولم يرد أن بعضهم كان يهنئ بعضا بمناسبة العام الهجري الجديد. وأنا يعني أخلص في هذا المقام لكلمة جميلة جدا قالها الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال أنا لا أبدأ أحدا بتهنئة لكن إن هنأني رددت عليه. ما حرجوش يعني يعني ما قلوش ما وردش، يعني اختنا الفاضله ما قالت كل أو سنه او بدعه كل سنه وانتم طيبين، ولا وانت طيبه، لا وانت طيبه وانت بخير حال، ما نعملش اللي بالحرام يقول له برما. ان بدأني احد بتهنئه رددت ليه، اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوا. تمام. فانا لا ابدا احدا لكن ان بدأني احد بتحيه ارد عليه، هذا خلق المسلم مع المسلم. نعم. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاه والسلام. وبالمناسبه حتى لا تظن ام احمد اني اعقب، والله هذا كان في نيتي ان انا اسال هذا السؤال من بدايه الحلقه ولكني نسيت، فلما حضرتك اتصلتي ذكرني الله عز وجل بك، جزاك الله خيرا، فالامر كان معدا من قبل يعني. وكل عام وحضرتك بخير وصحه وسلام. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أمة الله. والحمد لله رب العالمين. لو سمحت قول، عاوز أسأل الشيخ. نعم تفضل. عندنا أرض، يعني عندنا رز قديم بتاع السنة اللي فاتت،
وزكاة الزرع ممكن يطلع منه ولا لازم من الرز الجديد؟ زكاة الزرع من هو من الجديد؟ رز بتاع الأرض اللي طالع من الأرض. واضح فاهم السؤال يا أمة الله. حاضر حاضر، الله يرضى عنا وعنك، فأمان الله. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة يا نعم. أيوة يا ابني، ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك. وفيك مبارك يا أمي، تفضلي. أيوة يا حبيبي، بالله عليك، أنا ست كبيرة وعمري 63 سنة ما شاء الله، 67 سنة. أنا نفسي في عمرة بالله عليك، إن التليفون خلص الرصيد، أنا بشحن بعشرة بني بيخلص وما بكلمكمش. وصل صوتي بالله عليك، بالله عليك، قال أحسن أنا مشتاقة في العمر أنا وجوزي وما معنا فيه، بالله عليك وصل صوتي. ربنا يرزقنا وياك العمر يا أمي والحج، ويرزقنا وياك الطاعة، ويأجرك على هذه النية الطيبة، ودعي لنا نروح احنا غلابة بالله عليك يا رب. يرزقنا وياك يا الله قبل ما نموت، بالله عليك يا رب. حاضر يا أمي، حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نية طيبة للإنسان يسأل الله عز وجل من فضله، إن شاء الله ترزقين أنت وزوجك وكل من اشتاق وكل من أحب حج بيت الله الحرام والعمرة، وعز وجل ربنا عز وجل قادر على كل شيء يا أمي. نعم شيخي الكريم، جزاك الله خيرا. أختنا أم أحمد سألت عن صلاة القصر والمدة، لأن البعض المدة عنده مفتوحة، ولكنها يعني قالت لو هي في الأسكندرية وصلت المغرب ثم صلت بعده ركعتي العشاء ثم أتت إلى القاهرة بعد سفر طبعا، فهل تصلي العشاء مرة أخرى أم تكتفي بصلاتها في الأسكندرية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كانت مسافة السفر معتبرة يعني من القاهرة إلى الأسكندرية، نعم مسافة سفر، فإن المسافر في هذه السفرة له أن يقصر الصلاة إن صلى وحده أو صلى مع أمثاله من المسافرين، فيقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهي صلوات الظهر والعصر والعشاء. أما مسألة الجمع ففيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجاز الجمع كما أجاز القصر للمسافر على كل حال، والقول الوسط في الجمع أنه إذا احتاج إلى الجمع جمع، وإذا لم يحتاج إليه فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. ولذلك أقول لأختنا أم أحمد، أنت صليت المغرب في الإسكندرية وحتى تصلي القاهرة عزالك ساعتين ونص ثلاث ساعات على أقصى تقدير، يعني إحنا هنصل في وقت العشاء الطبيعي جدا، لسه وقت العشاء ممتد بعد كده أربع خمس ساعات كمان. إذن الذي أختاره لك أن الجمع ليس مطلقا، إنما إذا احتاجنا إلى الجمع، لكن لو فعلت صلاتها صحيح، إذا احتاجنا إلى الجمع نجمع، لكن الأفضل ما دام عندنا ساعة من أمرنا أن نصلي الصلوات على وقتها. أما وقد صليت العشاء برأي الآخرين، قالوا لك صلي ركعتين العشاء بالمرة، ما أنت مش عارف الظروف في الطريق إيه، فقد صليت العشاء أخذا برأي الآخرين، فأنت أصبت الرأي الأول وهو الذي يبيح الجمع لأي مسافر سواء كان محتاج ولا غير محتاج، وبالتالي لا يلزمك أن تعيد صلاة العشاء مرة أخرى، لأن الله تبارك وتعالى لم يفترض علينا عشاءين ولا عصرين، إنما افترض علينا في اليوم عصرا واحدا وظهرا واحدا وعشاء واحدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا شرب ماء زمزم، آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. في مكة هناك عند بيت الله الحرام، ولكن أحيانا بعض الأحباب يأتون بماء زمزم في جراكل وحاجات كده، والواحد النفس تكون مشتاقة للشرب من زمزم، وزمزم لما شرب له، فلو شرب المرء منا وهو في مكانه ماء زمزم الذي أتاه من مكة المكرمة من هذه الأراضي المقدسة، هل يفقد الماء أثره لخروجه من مكة شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عليه الصلاة. ليه بس يا أم أحمد يعني ترغسي علينا حياتنا بهذه الصورة؟ يا ما رغستش، يا سألت. من الذي قال هذا؟ فعلا هذا الكلام تردد عند البعض، أنه ماء زمزم مرتبط بمكانه.
طيب ما هو إذا كان ماء زمزم مرتبط بمكانه، طيب ما هو ماء زمزم انتقل إلى الحرم النبوي ليس في مكانه إطلاقا، مش في مكة خالص، 500 كيلو من مكة إلى المدينة، وتحت سمع وبصر علماء المملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وغيره، ولم ينكر في ذلك أحد أو لم يذكر في ذلك إنكار من أحد من أهل العلم، ولم يزل ماء زمزم ينقل إلى الأمصار قديما وحديثا على حد سواء. وأنا أطمئن الأخت السائلة، أختنا أم أحمد بارك الله فيها، أن ماء زمزم يحتفظ بخصائصه سواء كان في مكة أو في المدينة أو في غيرهما من البلدان وإن بعدت. وماء زمزم وصل إلى ألمانيا حيث خضع لتجارب معملية فوجدوا أن هذا الماء لا يشبهه ماء على ظهر الأرض على الإطلاق. سبحان الله، حتى إلى الآن في 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 السعودية الماء لا يشرب مجردا، يعني الماء يباع إلا ماء زمزم. نعم يا أخي الحبيب، ماء زمزم نقلوه إلى ألمانيا، وهناك الناس دي عايشة عايشة البحث العلمي وعايشة الأكاديمية، وهم يعلمون أن هذا ماء شريف مقدس عند المسلمين، فأرادوا أن يتعرفوا على سبب تقديس هذا الماء وشرف عند المسلمين، فأخضعوا للتجارب المعملية، فكانت النتائج المتعددة نتيجة واحدة، هذا الماء له خصائص لا توجد في قطرة ماء أخرى على وجه الأرض. الله أكبر. فاشربي وسيبينا نشرب أم أحمد، الله يكرمك. بتسأل نفسها. نعم أنا عارف. تسأل، أسأل الله عز وجل القبول. والسؤال طيب، لان الكلام متردد فعلا على لسان ده البعض اتهم ماء زمزم بانه ماء ملوث وان هو منتسب للاسلام يعني يطلع ويكتب ويدعي مجانين الزفه دول يا عم الشيخ، يقول لك انه ماء يعني يجيب امراض ويجيب حاجات ويجيب مش عارف ايه، وفي الاخر يقول لك انا مسلم الحمد لله رب العالمين. كان احدهم بيهزأ يقول احنا في مشارف على مشارف القرن الحادي والعشرين ولسه بنشرب من البير، يقول على سبيل التنقص. فهؤلاء يعني لو وصفناهم بالرويبضة نكون قد ظلمنا الرويبضة بالفعل كما ذكرت. نسأل الله العافية. الله المستعان. عند السفر بالمحرم ابنها طبعا عنده عمل، ربنا يبارك فيه يا رب العالمين، وحضرتك كنت قد ذكرت لها الصحبة الآمنة، أو لو سافرت بسيارتها الخاصة تكون في النهار، وأحيانا هي تسافر في القطار ولكن قد يصل الأمر إلى الليل، يدخل معها الليل، وكما ذكرت هي تلعب في أحد النوادي مع فريق نساء، يعني أحيانا يسافرون أو يسافرنا من مكان إلى مكان، هي طبعا معاش محرم، فقالوا لها أنت لما بتسافري بيتك في اسكندرية بتسافري من غير محرم، ولما بتسافري مع الفريق بتقول لنا محرم، فهي ما عرفتش ترد عليهم الرد الكافي. شيخي الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا ذكرت للأخت أم أحمد قبل ذلك حالتين. الحالة الأولى إن كانت تسافر وحدها، قلت لها إذا كنت تسافرين وحدك فيلزمك أن تسافري في النهار لأن النهار مظنة الأمن، سواء كنت في سيارتك الخاصة أو كنت في ناقلة أو حافلة عامة، أما إذا كنت تسافرين مع آخرين صحبة آمنة فإن هذه الصحبة الآمنة تسافري معها من القاهرة إلى الإسكندرية أو من الإسكندرية إلى القاهرة حيث لك إقامة هنا وإقامة هناك متى شئت، مدامت هناك صحبة مأمونة سواء كنا في النهار أو كنا في الليل على حد سواء. هذا الذي ذكرته لها قبل ذلك، فليس عندي جديد في هذه المسألة، إلا الإضافة الأخيرة، هل تسافر مع جماعة الفريق من إلى؟ أنا أقول السفر الضروري يا جماعة، السفر الذي نحتاج إليه، إذا كان هذا عملك يعني أنت محترفة أو العمرة يعني نعم 45 عاما، نعم من ناحية شرعية تكون شرعية السفر بدون محرم شيخ، نعم هم أخذوا فيها بقول من الناحية القانونية وليست الناحية الشرعية، لا ما أخذوا هذا فيها القول، ما أخذوا فيها بقول أهل العلم هناك، هم لا يقرون شيئا هناك إلا بعد أن تقر هيئة كبار العلماء، وهم أخذوا في هذا الأمر بقول مالك وقول الشافعي وقول أيضا عند أبي حنيفة عليه رحمة الله في الصحبة الآمنة. تمام. وإن كانت امرأة من العجائز. جزاك الله خير. نعم. شيخ كريم، أم محمد ربنا يبارك فيها رب العالمين، 27 رمضان لم تصم الأيام التي كان عليها فيها العذر الشرعي، تقريبا 5 أيام كما ذكرت في خلال الفترة الطويلة دي، لعلها كانت لا تعلم أو ما شابه ذلك، فكيف تكفر عن هذه المدة الطويلة شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة أم محمد عليك 135 يوم
في 27 يوم دول يعني 4 شهور ونص. 27 سنة في 5 أيام يعني 4 شهور ونص، 135 يوم، يعني مدة ليست طويلة ولله الحمد، غيرها بيبقى عنده أضعاف هذه المدة. فأقول لك هذا دين الله في رقبتك. الصيام فريضة زي الصلاة بالتمام والكمال، ولكن الله خفف عن الحائض في أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فدين الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق بالوفاء، فعليك أن تبرمجي حياتك على أن تقضي هذه الأيام اللي هم 4 شهور ونص، واعزمي من الآن أن تكوني جادة في هذا الصوم ما دمت ولله الحمد تصومين رمضان الحالي، يعني تصومين رمضانات الآن، ما دمت تصومين يعني أنت قادرة على الصيام. صومي يا ستي، ولو أصبتي في كل أسبوع 3 أيام إن شاء الله يخلصوا بسهولة، في كل أسبوع 2 يخلصوا بسهولة، يعني في الشهر 8 أيام أو 10 أيام، لو الشهر 5 أسابيع إن شاء الله عز وجل إذا بدأت الطريق يعينك الله تبارك وتعالى. لكن عاجلا أو آجلا يا أم محمد لابد أن تصومي هذه الأيام التي عليك، لأنها دين الله عز وجل، ودين الله أحق بالوفاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نسيت مع الندم والاستغفار للتوبة وكثرة العمل الصالح، لأنه تأخير قضاء الصيام عن وقته كتأخير الصلاة عن وقتها، يعني إحنا غلطنا عملنا ذنب في أننا أخرنا هذه السنوات. فالتوبة والندم والاستغفار مع برمجة القضاء إن شاء الله ربنا يعينك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله لها أختان، وهذه معها ولد والأخرى معها بنت، وفي مشاكل يبدو بين الأختين بخصوص الزواج، يعني دي رافضة دي تريد. هي قالت لها الأخرى لأخت أم العريس، يعني قالت لها على أم العروسة أم العريس أم العريس اشترطت، أم العريس اشترطت هي عايزة تصلح بينهم، فقالت لها أن أختي اللي هي أم العروسة هي اللي تقول لها أنا عايز ابنك لبنتي، يعني هي هتخطب لابنتها. فهي تواصل مسألة الصلح بينهم، وخاصة ان في مشكلة على لبس الاخت اللي هي العروسة تلبس غير اللي هي عايزاه، بدون تفاصيل عباءة، وهي يعني تلبس خلاف ما تريد. الحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، انا اقول الاخت السائلة بارك الله فيك انك تسعين للصلح بين اختيك، جزاك الله خيرا، والإصلاح بين الناس عمل طيب وهو من أفضل القربات عند الله تبارك وتعالى. لكن أنت تعلمين المثل الشعبي الشائع الشهير، امشي في جنازة، لأنه المشي في الجنازة سنة وحق المسلم على المسلم، وما تمشيش في جوازة قدر المستطاع، خاصة الزواجات التي فيها مشاكل. أنا أقول لك من باب النصح، اختصري جهدك في الإصلاح بينهم فقط، وليس بالضرورة أن تتم مسألة الزواج. أنت بس أصلح العلاقة بين أختك دي وأختك دي، فإذا انصلحت العلاقة بينهم النهاردة وبكرة وبعده والشهر اللي جاي وشهرين ثلاثة وسنة واثنين، فلعل الله عز وجل أن يفتح القلوب والعقول بعد ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لأنه ليس منطقيا أن هي تذهب الأخت لأم العريس وتخطب ابنها لابنتها، هذا ليس شيئا منطقيا ولا يتناسب مع أعرافنا كمسلمين، إنما العكس هو اللي بيحصل، إن إحنا العرسان الأزواج من نذهب إلى والد العروس يعني العروسة ونطلبها لابننا، وليس العكس. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتي، يعني وهو خطب لبنته. أنا أقول أعراف من أعرافنا أعراف، لكن لو حدث ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. تمام، جزاك الله خير شيخي كريم. أمة الله عندنا أرض، ربنا يوسع عليكم، في أرز رز يعني قديم من العام الماضي، هل زكاة الزكاة على هذا الزرع تكون من الأرز القديم أم من الأرز الجديد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان الرز القديم صالح والرز الجديد صالح أيضا، والاثنين بتوعنا يعني الرز القديم ملكي والرز الجديد ملكي، وكلاهما صالح للاستخدام الآدمي وللبيع وللشراء وغيره، ففي هذه الحالة يجوز أن أخرج الزكاة سواء من الجديد أو من القديم على حد سواء، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله طيب لا يقبل إلا طيبة. لو الرز القديمة
فيها سنة تعب شوية، لا يبقى بلاش نطلع من الجديد عشان الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. لكن لو الرزة القديمة هي اللي أفضل من الجديد يبقى نطلع من القديم لأنها الأفضل، ولو الاثنين سواء يبقى نطلع من أيهما شئنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم أحمد امرأة مسنة، ربنا يديك الصحة أم أحمد، 63 سنة وزوجها 67 عاما، وكلاهما يعني يتمنيان العمرة وليس معهما مال. يعني نعم شيخ الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني أقول ابتداء لعل الله عز وجل أن يصل بصوتنا إلى أحد من أهل الخير فيمتن على نفسه أولا ثم عليهما بنفقة الحج أو نفقة العمرة، والله تبارك وتعالى يوسع عليه. وهذا يعني شيء متوقع ومرغوب في بلاد المسلمين، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. لكن أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، حسبك أن تكوني على هذه النية الصادقة والشوق الحارق لزيارة البيت العتيق عمرة كان أو حجا، لأن الله تبارك وتعالى سيكتب لك بهذه النية وبهذا الشوق الحارق للعمرة أو للحج أجر الحج والعمرة وإن لم تحج أو تعتمري لضيق ذات اليد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الغزو: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. طب مش معانا ليه؟ قال: حبسهم العذر. فهؤلاء كانوا يريدون الجهاد والغزو، والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فما فيش عدة الجهاد التي أدعمكم بها، رجعوا بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. يوم النبي يخبر أن الناس دي معانا في الغزو خطوة خطوة، وكأنهم معنا في الغزو والجهاد بإيه؟ بالنية الصالحة وبالعمل الصالح وبالشوق الحارق إلى الحج والعمرة. ثم نصيحة أخيرة: إذا كنت تريدين أجر الحج والعمرة فإن هناك وسائل في السنة النبوية يستطيع الإنسان بها أن يتحصل على أجر الحج والعمرة إذا ضاقت يده عنهما. منها على سبيل المثال ذكرك بعد الصلاة المفروضة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. إذا عملنا ده بعد الصلوات المكتوبة الخمس صلوات يكتب لنا أجر الحج اللي ما نقدرش عليه، والعمرة اللي ما نقدرش عليها، والجهاد اللي ما نقدرش عليه، والزكاة اللي ما نقدرش عليها، والصدقة اللي ما نقدرش عليها. وده وارد في حديث أبي هريرة: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ذهب الأغنياء أو أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون خلف كل صلاة مكتوبة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. دي وسيلة بسيطة جدا يتحصل بها الإنسان على كثير من الأجور للأعمال التي يعجز عنها بسبب عدم وجود المال، زي الزكاة والنفقة والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. وسيلة أخرى بسيطة جدا: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى إذا طلعت الشمس قام فصلى ركعتين كان له عدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا فضل الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله عز وجل بعلمكم، آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. مش عارف ليه حاسس أني ممكن بطريقة سؤالي في التهنئة ممكن تكون أم أحمد زعلت ولا حاجة. أنا والله يا أم أحمد ما قصدت إلا النفع فقط، ولم أرد أي إسقاط على أي أحد، إلا أن السؤال يرد على ألسنة الكثيرين، ويمكن الذي يدخل الفيسبوك أو وسائل الاجتماع يعني يرى الأمر مثار، فأسأل الله عز وجل القبول والتيسير. فسامحونا إن كان هناك تقصير أو نقص مع أي أحد يتصل ولا يصل إلينا. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا